بسم الله الرحمن الرحيم. لقاءنا اليوم استكمال اللقاءات السابقة لطلبة هندسة المباني وطلبة اللي هو أساسيات حياة المواد. موضوعنا اليوم عن مواد العزل وأنواعها وخصائصها. هذا الفصل مهم جدا لطلبة هندسة المباني وهندسة اللي هو التبريد التكييف، حيث أن هذه المواد نتعرف على هذه المواد وعلى خصائصها وأنواعها وكيفية استخدامها. حيث كبداية، شهد قطاع البناء تطورا هائلا في مجال مواد البناء والتشييد التي تتميز بسهولة العمل بها وقدرتها على التحمل العالية، ولكن صاحب تلك المواد بعض السلبيات المرتبطة بخصائصها الحرارية. فمثلا الخرسانة المسلحة لها خاصية التوصيل السريع للحرارة، تمتاز أيضا بسرعة فقدانها للحرارة، مما يجعل استخدامها في البناء المباني دون عوازل حرارية غير موفرة للطاقة. وفي السابق كان استخدام مواد البناء التقليدية مثل الطين والحجر الموفر كثير للطاقة، لأن لها خاصية عالية في تخزين الطاقة الحرارية من البيئة المحيطة، وإلها قدرة على التباطؤ الكبير في معدل توصيلها للحرارة، وذلك مقارنة بالتقنيات المعاصرة وغير المعزولة حراريا. ونظرا لما يسود بلادنا من التغير المناخي، احنا عارفين ان احنا في فلسطين اصبح الفترة الاخيرة في عندنا تغير مناخي، في زيادة في البرودة، فدرجات الحرارة اصبحت باردة اكثر من السنوات السابقة، حيث تتفاوت درجة الحرارة بشكل كبير عن السنوات السابقة في فصل الصيف وفصل الشتاء، مما يؤثر على المباني بزيادة في درجات الحرارة داخل المبنى، وهذا يؤدي إلى الاستعانة بالأجهزة التكييف والتدفئة لتهيئة درجة حرارة مناسبة لراحة الإنسان. لذلك متطلبات العزل المطلوبة عندنا في فلسطين وفي قطاع غزة بشكل خاص، الشريط الساحلي، التغير المناخي يتطلب أن نلجأ إلى مواد العزل حتى نوفر الطاقة، خصوصا أن قطاع غزة يعاني من نقص شديد في الطاقة. طرق قياس مصدرية المادة، احنا أخذنا في الفصل الأول اللي هو انتقال الحرارة المباشر أو بالتوصيل من خلال المواد الصلبة، وأخذنا اللي هو قانون فورير، ومن خلال هذا القانون استطعنا أن نوجد محادثة مع معامل التوصيل الحراري لهذه المواد. وقلنا أنه المادة أن معامل التوصيل الحراري هي خاصية فيزيائية للمادة تختلف من مادة إلى مادة أخرى بناء على قدرتها على التوصيل الحراري. كل ما كان قيمة كي أكبر ما يكون، كل ما كان معامل التوصيل الحراري أكبر ما يكون، وكل ما كانت العزل الحراري أقل ما يكون. تمام، عشان هيك احنا مهم جدا نلجأ أو نراجع معك ما المقصود بكي. هو المعامل التوصيل الحراري، وهو الشيء الذي عبارة عن خاصية فيزيائية تختص بكل مادة على حدة، لها خاصية خاصة بها. كل ما كان هذا الرقم أكبر ما يكون، كل ما كان العزل أقل العزل في حالة لو كان التوصيل أكبر ما يكون. بشكل عام قياس كي بيتم قياسه إذا كان في عندنا مساحة معينة أو طول أو دلتا إكس أو إل محدد، وفي عندنا اللي هو مصدر حراري كيو. تمام، وفي عندنا نقطتين بيتم تحديد دلتا إت دلتا تي زي ما أنتم شايفين دلتا تي، وعندنا إل موجودة. تمام، وعندنا قدرة حرارية ثابتة يتم انبعاثها ويتم امتصاصها من الطرف الآخر. تمام، من خلال قاعدة فورير ممكن أن نحسب اللي هو معامل التوصيل الحراري للمادة. نحن عارفين إنه كل ما كان التوصيل الحراري أكبر ما يكون، كل ما كان العزل أقل ما يكون، يعني المادة مش تكون أقل في العزل الحراري. وضح الشكل طرق الحالة الثابتة المستخدمة عادة لقياس المؤصلية الحرارية للمواد اللي هي كي، وذلك من خلال وضع العينة بين مصدر حراري ومشتت حراري أو ممتص الحرارة. مصدر حراري هي الهيت سورس، بيتم إصدار حرارة داخل هذا الجهاز، ومن الطرف الآخر بيتم امتصاص هذا الحرارة
ومن خلال هذه العملية بنشوف عملية قدرة على التوصيل الحراري لهذه المادة. تمام، في عندنا جدول، هذا جدول يوضح مواد مختلفة، مواد صلبة مختلفة، ومعامل الانتقال الحراري بالتوصيل. تمام، هذه مواد موصلة حراريا وهذه مواد عازلة حراريا. تمام، عشان نعرف انه علاقة معامل الانتقال الحراري بالتوصيل بالعزل. هنلاحظ انه الفضة مثلا 429 معامل التوصيل الحراري، هي مادة موصلة للحرارة بشكل كبير. تمام، عشان هي تعتبر مادة ليست عازلة، مادة موصلة حراريا. النحاس مادة موصلة حراريا لانه معامل توصيلها الحراري كبير. الألمنيوم أيضا مادة موصلة حراريا، وكذلك الحديد والزئبق، مقارنة بمواد عزل أخرى مثل الطوب مثلا 0.72، لاحظ أنها مادة عازلة. المطاط 0.13، الخشب 0.17، الأمونيا 0.54. كل ما كانت هذه القيمة أقل ما يكون، كل ما كان اللي هو مادة العزل كبيرة وتستخدم في العزل بشكل أكبر ويكون موصليتها أقل للحرارة. إذن في علاقة تربط ما بين معامل التوصيل الحراري وبين بين أن نعتبرها مادة عازلة. إذا كانت معاملية التوصيل الحراري قليلة فإنها تعتبر مادة عازلة، وإذا كان معامل التوصيل الحراري كبير تعتبر مادة موصلة حراريا وليست مادة عازلة. تمام، ما هو العزل الحراري للمباني؟ الهدف من العزل الحراري هو تقليل أو منع انتقال الحرارة من خارج المبنى إلى داخله صيفا، أو من داخل المبنى إلى خارجه فصل الشتاء. إحنا عارفين أن فصل الشتاء قد نستخدم بعض من أجهزة التدفئة الحرارية لرفع درجات الحرارة داخل الحيز، وبالتالي إحنا بدناش إحنا الطاقة الحرارية الداخلية نفقدها من خلال الجدران. لذلك يتم استخدام مواد عزل لكي تمنع انتقال الحرارة من الداخل للخارج. إحنا صارفين مصاري على التدفئة داخل المبنى في الشتاء، لا نريد أن نفقده للخارج، وبالتالي بنوفر كثير من المصاريف في حالة لو استخدمنا مواد عزل. ولأن انتقال الحرارة يحدث من المناطق الأكثر حرارة إلى المناطق الباردة، أيضا شرط أساسي للانتقال الحراري هو دلتا تي، يكون في فرق في درجات الحرارة حتى يحدث عمليات الانتقال الحرارة. يريد الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الساخنة جعل أجواءهم الداخلية باردة، وكذلك الأشخاص الذين يعيشون في المناطق الباردة بدهم يكون أجواءهم الداخلية دافئة، وذلك باستخدام الأجهزة الحرارية المكلفة ماديا، باستخدموا التكييف وباستخدموا الدفايات، وبالتالي هذا كله مكلف. لذلك ممكن أن نوفر من خلال استخدام مواد العزل التي تحافظ على الحرارة الداخلية داخل المبنى دون أن نفقدها للخارج، وبالتالي نحافظ على المصاريف المالية نقلل منها في حالة استخدامنا لهذه المواد العزل. وللتغلب على هذه الخسارة في المباني يتم استخدام العزل الحراري للحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة داخل المبنى. العزل الحراري بشكل عام هو استخدام مواد لها خواص عازلة للحرارة حيث تساعد في منع انتقال الحرارة من خارج المبنى إلى داخله صيفاً، ومن داخله إلى خارجه شتاء. هذا كتعريف واضح أن إحنا ملزمنا مواد عزل نمنع انتقال الحرارة أو فقدان الحرارة الداخلية إلى الخارج شتاء، أو من الخارج إلى الداخل صيفا، حتى نحافظ على برودة المكان صيفا ونحافظ على دفء المكان شتاء. أو هي مادة واحدة أو مجموعة من المواد تستخدم لتقاوم سريان الحرارة خلالها. ممكن نستخدم مادة واحدة أو عدة مواد، مجموعة من المواد لمنع انتقال أو سريان هذه الحرارة من خلال هذه المواد، وهي ذات موصلية حرارية منخفضة، ممكن أن تحتوي على جيوب هوائية لأن الهواء ذو معامل توصيل حراري منخفض. تمام، يمكن تقسيم الحرارة التي تخترق المبنى والتي من المفروض إزالتها أو التعامل معها بالعزل أو باستعمال أجهزة التكييف إلى ثلاث أنواع الحرارة: الحرارة التي تخترق الجدران والأسقف، تمام، والحرارة التي تخترق النوافذ، والحرارة التي تنتقل عبر فتحات التهوية الطبيعية. طبعا هذه ثلاث أنواع من الحرارة يجب أن نتعامل معها من خلال اللي هو إيه مواد العزل،
حرارة من خلال الجدران والأسقف، والحرارة من خلال الأبواب والنوافذ، والحرارة من خلال فتحات التهوية الموجودة في المباني. أنواع العازلات الحرارية، أنواع العازلات الحرارية، وضح هذا الشكل أنواع من العازلات الأكثر استخداما، منها الرقائق، وهذه أنواع موجودة رقائق، ويوجد منها أنواع مختلفة، وفي الألياف بأنواعها الفايبر انسوليشن بأنواعها المختلفة، وفي الخلوية بيكون فيها فراغات هوائية داخلية، وكذلك المسامية، وهنشوف بعض من هذه التفاصيل في هذه المحاضرة. الرقائق مصنوعة من الصوف المعدني وألواح الفلين والزجاج الخلوي والمطاط أو الغبار المنشار أو المنشور وما إلى ذلك، وهي مثبتة على الجدران والسقوف، يعني ممكن أن تثبت على الجدران أو على السقف لمنع فقد الحرارة والحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة. هذه الألواح متوفرة بحجم 60 سنتي بعشرين 120 أو أكثر من المساحة حسب السمك، لكن السمك هو 2.5 سنتيمتر. زي ما أنتم شايفين هذه الرقائق ممكن استخدامها بالفعل في عمليات التدفئة، توضع على الجدران، تثبت على الجدران وعلى الأسقف للحفاظ على الطاقة الحرارية داخل المكان دون فقد. في أنواع تانية تسمى بالبطانيات العزل، متوفرة على شكل البطانية أو ما شابه ذلك، لفات الورق أو كأنها لفات ورق تنتشر مباشرة على الجدران أو تنشر مباشرة على الجدران أو الأسقف، وأنها مرنة ويبلغ سمكها حوالي 12 إلى 80 مليمتر. هذه البطانيات مصنوعة من شعر الحيوانات أو القطن أو الألياف الخشب وما إلى ذلك. الغرض من هذه البطانيات أن هي الحفاظ على الطاقة داخل المكان لمنع تسريبها إلى الخارج. تمام، في عندنا أنواع أخرى تتكون منها العزل الخلويات أو الخلوي من خلايا فردية صغيرة أو متصلة أو مختومة. الغرض منها زي ما أنتم شايفين عبارة عن فراغات داخلية. تمام، هذه تستخدم للعزل العزل الأسطح أو العزل بعض من الأماكن المراد عزلها لمنع تسريب الطاقة إلى الخارج. في الألياف تتألف العازلات، الألياف عبارة عن أقطار صغيرة عضوية أو تكون من ألياف غير عضوية، وعادة ما يتم تعليقها معا بواسطة رابط، يعني يتم تثبيتها بأي طريقة كانت للحفاظ على الطاقة الداخلية. تشمل الألياف غير عضوية نموذجية على الزجاج والصوف الصخري والصوف بأنواعها المختلفة. زي ما أنتم شايفين أشكالها كيف عبارة عن مادة صوفية، متثبت أيضا على الجدران والأسقف للحفاظ على الطاقة الداخلية ومنع اللي هو تسريب اللي هو الطاقة. في عوازل مسامية زي ما أنتم شايفين، هذا عازل مسامي بيكون عبارة عن فراغات داخلية زي الإسفنج، لكنه عازل مصنوع من الطين قابل لإعادة التدوير، يمكن توفيره محليا بتكلفة منخفضة، أيضا كأنه حجاب. تستخدم أيضا في الأسقف للحفاظ على الطاقة الحرارية أو منع انتقالها من طرف إلى طرف آخر. في أشكال مختلفة لهذا الفورم في الأشكال العوازل، منها ألواح وقطع ومغلفات بأنواعها، ألواح وقطع شبه مرنة أو مرنة أو صلبة، في عازلات سائبة أو لينة بتم ضخها سائبة. في عازلات رغوية عبارة عن رغوة بتم ضخها بين الشقوق وبين الفراغات للعزل، وفي أنواع مختلفة قد تكون عبارة عن حبيبات، وقد تكون رغوة، وقد تكون سائلة، وقد تكون جاسئة صلبة يعني، أو مرنة بأنواع مختلفة. كل منها ممكن استخدامه حسب طبيعة المبنى وحسب متطلبات هذا المبنى. في عندنا جدول تصنيف المواد العازل الحرارة حسب طبيعة تركيب الفراغات فيها. زي ما انتم شايفين المواد المسامية، مواد رقائقية، تمام، في مواد خلوية عضو غير عضوية، مواد ألياف، ألياف معدنية زي الصوف الصخري،
الصوف الزجاجي، الياف غير معدنيه، الصوف الطبيعي، اللباد، الالياف الاصطناعيه، الالياف النباتيه. كل هذه المواد تستخدم للعزل، مفيده حسب متطلبات المبنى، بيتم اختيار المناسب ويتم استخدامه. وفي عندنا اللي هو الزجاج الرغوي والطين الممدد والباطون الرغوي، ايضا مواد خلويه عضويه، البوليسترين بانواعه، والبولي الرسين والفلين والفورمالديهيد والفينول الرغوي، أنواع مختلفة من هذه المواد. والمواد المسامية، الخشب بأنواعه، والقش والقصب، الحجارة البركانية، في خرسانة الرقام، أنواع كثيرة. وفي الإسفنج أيضا ممكن أن يستخدم كمسامي. أيضا طين الصفائح الممددة، والمايكا والفيرميكلولايت، المواد رقائق تستخدم أيضا كمواد عزل موجودة حسب متطلبات المبنى الحراري وكيفية الحفاظ على هذه الطاقة. خصائص المواد العازلة، أهم خاصية اللي هي الموصلية الحرارية اللي حكينا عنها في أول المحاضرة، اللي هي الكي، معامل التوصيل الحراري في كمية الحرارة المنتقلة عبر الأجسام والعناصر الإنشائية المختلفة. وبالتالي هي خاصية فيزيائية الموصلية الحرارية، تعتمد على قدرة هذا المادة على التوصيل الحراري. بدنا نعرف المواد العازلة، كل ما اقتربنا من قيمة كي الموصلية من صفر، كل ما كان أكثر تعتبر مادة عازلة بشكل كبير. ومادة عازلة يجب أن تمتاز بأنها الموصلية الحرارية أقل ما يكون، أو قيم منخفضة، يجب أن تتميز بقيم منخفضة حتى تكون مادة عازلة فاعلة، تستخدم بقدرة عالية بكفاءة عالية حسب المتطلبات المطلوبة الحرارية للمبنى. خاصية ثانية الكثافة، وهي خاصية تعبر عن الوزن المادة، اللي هي الكثافة في حجم معين من المادة العازلة الحرارة. بعض المواد العازلة تكون خفيفة الوزن، وبعضها تكون وزنها ثقيل حسب المكان اللي احنا او متطلبات المبنى، هل بلزم مادة عازلة خفيفة او مادة عازلة صلبة للاستفادة من هذه الخاصية حسب متطلبات المبنى. امتصاصية المواع، وهذه خاصية تعبر عن قدرة المادة أو قابليتها على امتصاص الماء عند غمرها فيه، وهذا خصوصا أن بدنا نعرف أن هذه المادة ممكن أن تكون قابلة للامتصاص أو لا إذا تم وضعها في منطقة قد تتعرض إلى الأمطار. وبالتالي إذا كانت تمتص ماء يجب وضع حماية لحمايتها من الرطوبة ومن الماء، وإذا كانت لا تمتص ماء وبالتالي لا ممكن استخدامها بسهولة في المناطق الغربية أو الجنوبية المعرضة بشكل أساسي للأمطار. وتكمن أهمية هذه الخاصية في معرفة كمية الماء التي يمكن أن يستوعبها جسم العازل الحراري أثناء تعرضه للمياه. طبعا بعض من هذه العوازل حالة امتصاصها للماء أو الرطوبة تفقد قدرتها على العزل، وبالتالي تصبح ذو مادة غير عازلة أو فقدت قدرتها على العزل. لذلك اتخاذ الإجراءات الفنية المناسبة لمنع وصول الماء للعازل، بأنك يتم وضع مواد ما قبلها وما بعدها لمنع وصول الرطوبة إلها حتى الحفاظ على كفاءتها في العزل، تمام؟ حتى لا نفقد كفاءتها في العزل الحراري. خاصية أخرى امتصاص الرطوبة، وهي خاصية تعبر عن قدرة المادة على امتصاص الرطوبة من الهواء المحيط، وهي تكون على شكل بخار ماء من خلال معرفة كمية الرطوبة التي يمكن للعازل الحراري امتصاصها. في حد قد يكون مسموح فيه لامتصاص الرطوبة، لكن الأولى أنه هذه المواد يجب أن تكون غير ممتصة للرطوبة، أيضا للحفاظ على كفاءة هذه المادة أثناء استخدامها كمادة العزل، لأن العمر الافتراضي مهم جدا لهذه المواد، أن احنا نحسب عمر افتراضي أكبر ما يكون لسنوات طويلة حتى لا نفقد قدرتها على أو كفاءتها على العزل.
الحرارة النوعية specific heat هي مقدار الحرارة اللازم رفع درجة حرارة 1 كيلوغرام من المادة بمقدار 1 كلفن أو 1 درجة مئوية. يتمتع العازل الجيد بقدرة حرارة نوعية أعلى، مما يعني أن الأمر يستغرق وقتا لامتصاص مزيد من الحرارة. طبعا أنا بهمني في العازل الحراري أن هذه المادة لا تمتص حرارة أو بلزمها وقت أكبر حتى تستوعب هذه الحرارة المعرضة لها، حتى لا يتم نقلها إلى الطرف الآخر من هذا الجدار. بالتالي أنا بلزمني الحرارة النوعية أن تتمتع هذه المواد العازلة بحرارة نوعية أعلى، يعني قدرتها على استيعاب هذه الحرارة في وقت زمني أكبر ما يكون. ويعتبر ميزة من المواد اللي توفر الكتلة الحرارية أو التخزين المؤقت الحراري اللي هي زي ما حكينا الساعة الحرارية. الانتشار الحراري يقيس انتشار الحرارة قدرة المادة على توصيل الطاقة الحرارية نسبة إلى قدرتها على تخزينها. والعوازل لها انتشار حراري منخفض. إحنا بدنا أن نكون في عندها مقاومة شديدة للانتشار الحراري، مقاومة بشكل أكبر في فترة زمنية أكبر أنها تمنع انتشار الحراري داخلها نتيجة قدرتها العالية أو كفاءتها العالية على العزل. على سبيل المثال تنقل معادن الطاقة الحرارية بسرعة، وهذا هو سبب كونها باردة عند اللمس، بينما الخشب عبارة عن مادة بطيئة التوصيل الحرارة. النحاس لديه انتشار حراري قدرته 98 مليمتر لكل ثانية، في حين الخشب أقرب أن يكون إلى الصفر. وهذه هي ميزات مهمة جدا لمعرفتها قبل الاستخدام أنواع مختلفة من مواد العزل، لأنه يجب تحديد المتطلبات المطلوبة للمبنى. كل مبنى يختلف عن مبنى الآخر حسب طبيعة مكانه ومكانه الجغرافي، وحسب اللي هو الإسقاط الشمسي، وحسب المتطلبات الحرارية المطلوبة للمبنى يتم تحديد مواد العزل بناء على خصائصها. الابتعاثية، واحنا خدناها في المحاضرة السابقة، هي قدرة المادة على ابتعاث الحرارة، وقلنا احنا الجسم الأسود هو أكتر جسم يستطيع أن يبتعث حراريا تقريبا 100% أو يمتص حرارة. تمام. بالنسبة للمواد العزل، قدرة المادة العازلة على ابتعاث الحرارة السقط عليه كما هو موضح في الجدول. احنا بدنا نتخلص من المادة من الحرارة الساقطة على هذه المواد العازلة، وبالتالي من خلال الانعكاس وعدم نفاذيتها إلى الداخل زي ما انتم شايفين البطون والخسارة بأنواعها تقريبا 91، يعني تعسيفها عالية. الرخام 93، الجبس 91، الزجاج 92، الأسفل 96، الخشب 0.83، وهكذا تختلف باختلاف طبيعة ونوع كل مادة من هذه المواد حسب طبيعة المادة. هي تعتبر خاصية فيزيائية أيضا بناء على معطيات درجة الحرارة عند 35 درجة. هنلاحظ مثلا النايكل 0.06 أن قدرتها على الانبعاثية قليلة جدا، وبالتالي لا تصلح أن تكون عازل حراري. الطلاء الأبيض زي ما أنتم شايفين 0.90، عشان هيك بيتم طلاء الخزانات باللون الأبيض حتى يتم اللي هو انبعاث الحرارة والتخلص منها. تمام. وهكذا طلاء أسود غير لامع 98 يكون أفضل قدرته الانبعاثية. هي قدرة المادة على انبعاث الحرارة. أفضل المواد الانبعاثية الحرارية هو الجسم الأسود زي ما خدنا في المحاضرات السابقة. مزايا استخدام العزل الحراري، تلعب مواد العزل دور كبير في تصنيع النظم التي تراعي فيها توفير الطاقة من خلال استخدامها في الأسطح الساخنة والأسطح الباردة ومجاري الهواء في نظم التكييف والتبريد، مستودعات التخزين الهواء في المنازل لتقليل استهلاك الطاقة الحرارية. تعمل مواد العزل أيضا على ترشيد في استهلاك الطاقة الكهربية. توفر الدول ملايين الدولارات باستخدام المواد العزل حتى تعمل على ترشيد الطاقة الكهربية، حيث أثبتت التجارب العلمية إن تطبيق استخدام العزل الحراري في المباني السكنية والمنشآت الحكومية والتجارية والصناعية يقلل من الطاقة الكهربية بمعدلات تصل إلى 40% حتى أكبر من 40% حاليا باستخدام مواد العزل. احتفاظ المبنى ودرجة حرارة مناسبة لمدة طويلة دون الحاجة لتشغيل أجهزة التكييف. طبعا الحرارة الداخلية بالتدفئة
داخلية ممكن الحفاظ عليها دون فقدان من خلال الجدران نتيجة لاستخدام هذه المواد العزل. يؤدي لاستخدام أجهزة تكييف ذات قدرات صغيرة، وبالتالي تقلل تكلفة استهلاك الطاقة. طبعا في حال أن احنا محتاجين للفراغ 2 طن تبريد، ممكن في حال لو كان وجود مواد عزل يكفي نص طن تبريد، لأنه يحافظ على الطاقة الداخلية من تسريبها إلى الخارج، رفع مستوى الراحة لمستخدمي المبنى، طبعا لأنه الطاقة الداخلية ثابتة لا تتغير لا تنفقد، وبالتالي يشعر الشخص الموجود داخل هذا الحيز بالراحة نتيجة الحفاظ على الطاقة، وبالتالي نشاطه بيكون أكبر. يقلل من تأثير الصحي والنفسي على الإنسان بسبب الضوضاء الناتجة عن تشغيل أجهزة والتكييف. طبعا هذه الضوضاء موجودة وبالتالي تؤثر نفسيا وصحيا على الإنسان. يعمل العزل الحراري على حماية وسلامة المبنى من تغيرات الطقس وتقلباتها، مما يؤدي لإحداث إجهادات حرارية تجعل طبقة السطح الخارجي لأجزاء المبنى تفقد خواصها الطبيعية والميكانيكية. طبعا خلال فترات زمنية عمر افتراضي ممكن أن الجدار الخارجي للمبنى يفقد من قدراته الطبيعية والميكانيكية كخصائص بسبب تقلبات الطقس، وبسبب اللي هو فقدان الحرارة من خلال المبنى أو من الخارج إلى الداخل، ويسبب تصدعات وشروخ في هيكل المبنى. توفير العبء على محطات إنتاج الطاقة، طبعا إحنا عندنا في قطاع غزة مشكلة كبيرة، عبء كبير على محطة الطاقة الوحيدة في قطاع غزة، وبالتالي في حالة لو تم استخدام مواد العزل بشكل كبير في قطاع غزة ممكن أن نوفر 40% من هذا الاستهلاك، ونخفف عن شبكات الكهرباء، ونخفف الأحمال على المحطة. بشكل عام ممكن أن تقسم مواد العازل الحرارة إلى مواد عضوية عازلة للحرارة، وفي عندنا مواد غير عضوية عازلة للحرارة. هناك خصائص وصفات مادية أساسية تميز هذين النوعين من المواد عن بعضها البعض، وتكتسب بعض من هذه الخواص أهمية خاصة حين اختيار المادة العازلة للحرارة في بعض التطبيقات. زي ما حكينا متطلبات المبنى هي اللي بتحدد طبيعة ومواصفات مادة العزل المطلوبة في بعض التطبيقات العملية في المجال الصناعة والبناء. ومن أهم هذه الخصائص تميز المجموعتين عن بعضهما البعض الخصائص الميكانيكية، وهذه مهمة، ومقاومة الاحتراق. من أهم المواد العضوية العازلة للحرارة المستخدمة في المبنى البوليسترين الممدد بأنواعه، ويعرف أيضا بالبوليسترين المشكل بالقولبة، أو البوليسترين المرقوق أو المشكل بأنواعه أيضا. وفي عندنا البوليوريسين، البوليوريسين بينتج كألواح صلبة أو رغوة تطبق في مواقع مختلفة على الجدران والأسطح. أيضا هذه أهم مواد عضوية. في عندنا مواد غير عضوية، الألياف المعدنية، الفايبرز وأنواعه، وتشمل الصوف الصخري والصوف الزجاجي، وفي أيضا الباطون الخفيف العازل للحرارة. كل هذه مواد عضوية وغير عضوية تستخدم أيضا في أنواع اللي هو العزل. يستخدم الباطون الخفيف كطبقة عازلة للحرارة في السقوف وأرضيات الأبنية، كما تستخدم في تعبئة الفراغات والفجوات في الجدران المزدوجة. يعني ممكن عمل جدار خارجي وجدار داخلي ووضع الباطون بينهما لزيادة العزل والحماية. من أهم استعمالات الأخرى الباطون الخفيف إنتاج قطع إنشائية متنوعة على شكل طوب خفيف مفرغ أو مصمت العزل للحرارة، يستعمل في الجدران والأسقف والأبنية. هذا الجدول يوضح مواد عازل للحرارة وخصائصها، الموصلية الحرارية، نسبة الامتصاص، درجة الحرارة الاستعمال القصوى، الموصلية الحرارة عند 10 عند 23، الكي المقصود الموصلية الحرارية اللي هي الكي، مقاومة الضغط، متوسط الكثافة تبعتها. يعني على سبيل المثال البوليسترين حلاحت في منه 15 و20 و30 ككثافة، وفي عندنا مقاومة الضغط، مقاومة الضغط عند 10 عند 10 باسكال كيلو باسكال، هنلاحظ برضو مواصفات مختلفة. سلوك المادة عند الاحتراق تتميع وتتداعى، لا تشتعل بشكل عام، وهذا مهم، البوليوريسين الرغوي لا تشتعل، الفينول فورمالديهايد تتداعى ولكن تحترق الصباع. كل هذه قدرتها أو خصائص مختلفة لهذه المواد، هذه المواد العازلة للحرارة. القدرة على النفاذية بخار الماء بدرجة حرارة مختلفة، مدى قدرتها على النفاذية،
بدك تحدد حسب متطلبات المبنى والجدران، حدد طبيعة اللي هو مادة العزل المطلوبة، مواد العزل الحرارة المستخدمة في البناء، الغرض منها ما الغرض من هذه المواد العزل، حفظ درجة الحرارة داخل المبنى، وإحنا حكينا من أولها أنه عدم فقدان الحرارة أو الطاقة الداخلية داخل المبنى، ويرجع لعزل الحرارة الخاص بها. يعتمد اختبار العزل الحراري على الخواص الطبيعية ومعامل مقاومة الحرارة وتكييفاتها. المواد المستخدمة حسب قدرتها على المقاومة، وهي مرتبة من حيث السمك الذي يعطي نفس القدرة في العزل. هذا الشكل يوضح أنه هذه المواد المختلفة تعطي نفس القدرة على العزل، لكن الاختلاف وين؟ في السمك. لاحظ أنه 25 مليمتر من هذه المادة تعطي نفس الكفاءة ل 40 مليمتر من مادة مختلفة، تعطي 50 مليمتر نفس الكفاءة من سمك مختلف لمادة ثانية. لاحظ أنه تعطي اللي هو 65 مليمتر من الفايبر. لاحظ أنه 25 مليمتر من البوليرسين، 25 مليمتر تعطي نفس الكفاءة من العزل في حالة لو كان 380 مليمتر من الخرسانة الكونكريت، تمام؟ لاحظ أنه 25 مليمتر تعطي نفس الكفاءة من الطوب، من سمك طوب 860 مليمتر، اقربنا من متر 25 مليمتر يعطي نفس الكفاءة 860 مليمتر. يعني لاحظ الاختلافات حسب اللي هو طبيعة واختلاف نوع المادة بالسمك المطلوب. يمكن تقسيم مواد العزل الحراري حسب مصادرها لأربع أنواع أخرى: مواد عزل من أصل حيواني، مواد عزل من أصل جمادي، مواد عزل من صناعية، تمام؟ الحيواني الصوف وشعر الحيوانات يعتبر استخدام مواد عزل محدودة. أيضا من أصل جمادي الصوف زجاجي، وهي من أفضل مواد العزل اللي أكثر استخداما. وفي مواد عزل صناعية مثل المطاط والبلاستيك الرغوي، وهي أيضا تستخدم بشكل كبير أيضا في مواد العزل، وتعتبر من أكثر استخدامات اللي هو البوليسترين والبوليورسين الرغوي. وفي عندنا أربعة المواد العزل من أصل نباتي، وتشتمل الألياف أو المواد السيلوزية مثل القصب والقطن وخلافه، تمام؟ وأيضا هذه ضمن تصنيفات مختلفة. أهم العوامل التي تؤثر على اختيار مواد العزل، أنا بنحكي بنقول متطلبات المبنى، ما هي العوامل التي ممكن أن تساعد في اختيار مواد العزل المناسبة؟ يجب ممكن أن تكون مواد العزل ذات مقاومة توصيل حراري منخفض، ممكن أن تكون على درجة عالية من مقاومتها لنفاذ الماء والإشباع. تحدد متطلبات المبنى، ما هو المطلوب لمواد العزل؟ هل مقاومتها لنفاذ الماء والإشعاع عالية؟ هل مقاومتها منخفضة للانتقال الحراري؟ هل أن تكون على درجة عالية من مقاومة لامتصاص البخار الماء حسب طبيعة المكان الجغرافي؟ هل هو على البحر، في رطوبة، في تيارات هوائية؟ يعني بدك تحدد أم منطقة صحراوية أو منطقة مجاورة لمباني أخرى، يعني في حماية. على هذا الأساس تحدد متطلبات المبنى، من ثم تحدد العوامل التي تؤثر على اختيارك لهذه المواد العزل. أن تكون على درجة عالية من مقاومة للإجهادات الناتجة عن فوقات كبيرة في درجة الحرارة، أن تكون ذات خواص ميكانيكية جيدة كارتفاع معامل المقاومة الانضغاطية ومقاومته للكسر، تمام؟ وأن تكون مقاومته للبكتيريا عالية والعفن والحريق. بدك تشوف متطلبات المبنى، أنت بتشتغل في مطعم بدك تحط عزل لمطعم، بتشوف أن قدرته على مقاومة الحريق عالية جدا. أن تكون ثابت الأبعاد على المدى الطويل، قليلة القابلية للتمدد والتقلص. طبعا اللي هو العمر الافتراضي لمواد العزل مهم جدا، قدرته على الحفاظ على أبعاده مهمة جدا. أن تكون مقاومة للتفاعلات والتغيرات الكيميائية، ما يحدث معاه تغيرات بعد فترة ويفقد كفاءته في العزل، ألا ينتج عنه أي أضرار صحية للأشخاص داخل المبنى. أن تكون مطابقة للمواصفات القياسية وسهولة التركيب. هذا كله يساعد على اختيارك للمواد العزل. أيضا تصنف مواد العزل بناء على إيه؟ على طريقة الاستخدام. يعني طريقة الاستخدام قد تكون هي سبب في اختيارك لمواد العزل، منها هل إحنا بلزمنا رقائق أو بطانيات، حبيبات حشو خفيف عبارة عن أكياس تيجي فيها حبيبات
يتم تفريغها في فراغات معينة، قد يكون في الطوب، قد يكون بين جدارين، تعمل على العزل. سائل رغوي بخاخ، سائل رغوي يتم ضخه، أو رغوي صلب لوائح أو شرائح زي ما أنتم شايفين. هذا على الأسقف من الأعلى بيتم وضع رقائق زي ما أنتم شايفين، هذه الرقائق جلدية ممكن تعمل على العزل والحفاظ على السطح من الخارج من الأمطار والرطوبة وعزل من الحرارة. يوجد منها على أشكال لفائف طويلة وسمك مختلف. أغلب الرقائق مغلفة بالورق أو برقائق معدنية مزودة بطار من الجانبين لمسك الجوانب. يمكن أن تكون رقائق معدنية، طبعا ممكن أن تثبت بالنار وممكن أن تثبت بتثبيت على السطح معدني. كان يمكن أن يكون أحد الأوجه مغلفا بالورق مغطى بالأسفلت أو البيتومين، يعمل كحاجز للبخار أو رطوبة أو طبقة من الورق الرقيق. كما في أشكال مختلفة يتم تثبيتها زي ما أنتم شايفين، يتم تثبيتها بالنار. هذا عبارة عن لفائف من الجلد للحماية الخارجية والعزل زي ما أنتم شايفين. حبيبات الحشو زي ما أنتم، هذا عبارة عن أكياس من مواد عزل عبارة زي مثل حبيبات رمل، بتم ضخها في الفراغات. هذه الفراغات بتم وضعها داخل الفراغات لعزل اللي هو الطبقات الداخلية لمنع تسريب الطاقة الحرارية إلى داخل النظام. نوع آخر اللي هو السائل الرغوي زي ما أنتم شايفين، بتم استخدامه بشكل كبير على المناطق الخشبية، بيكون هذا عبارة عن أسطح خشبية عشان يحميها. بتم ضخ مواد رغوية بتتصلب بعد لحظات زمنية وتصبح مادة صلبة عازلة لحماية السطح من الرطوبة وحمايتها من الحرارة ومنع تسريبها والحفاظ على الطاقة الداخلية. وهذه كلها إمكانيات موجودة لاستخدام حسب متطلبات وطبيعة المبنى وطبيعة الاستخدام زي ما احنا شفنا بتسلسل هذه المحاضرة. في الألواح الصلبة أو الشرائح زي ما أنتم شايفين، شرائح الصلبة ألواح العازل الحراري أو العازل الصلب كما موضح من مسماه، فإن هذا العازل يكون على هيئة ألواح صلبة من مادة البوليستيرين ويتميز بنوع من مواد العازل الحراري بسهولة الاستخدام والتركيب. عبارة عن ألواح يتم تثبيتها داخليا أو ما بين الجدارين أو يتم ويكون من خلالها حماية المبنى من الفاقد الحراري. أهم الاعتبارات يجب مراعاتها عند تطبيق العزل الحراري، يروع أن تؤخذ العوامل التالية: تخزن المواد العازلة في أماكن جافة غير مكشوفة وتجنب تهمشها أو صخبها، يراعى تغطية الأسطح العازلة من كلا الجانبين لحفاظها من الرطوبة طبعا ومنع وصول المياه إلها، وهذا مهم جدا إنك أنت تحمي مواد العزل، تحط مادة العزل وتحط طبقة لحماية مادة العزل. طبعا يكون هنا الصخب، فأنا بكون مثلا مادة العزل هذه طبقة حماية منها وطبقة مائلة عازلة مائيا لمنع وصول الماء إلى طبقة العازل حماية إلها والحفاظ على عمرها الافتراضي وكفاءتها بشكل كبير. تمام، هنلاحظ مثلا هي مثلا تركيب هذا الصورة توضيحية أيضا لاستخدام مواد عزل. يتم وضع ما قبل وما بعد مواد تحميها من الرطوبة وتحميها من البخار الماء أو من وصول الماء إلها حتى لا تفقد كفاءتها وتفقد قدرتها على العزل. تجنب إمكانية تهشم المادة عند البناء أو خلال عملية تركيبها، أن تكون جميع أسطح المادة خالية من الغبار أو الشحوم قبل تركيبها. في المباني الخفيفة كالمخازن وغيرها التي تستعمل الصفائح المعدنية في أسقفها وجدرانها، من ضروري استعمال الفايبر كلاس أو الصوف الزجاجي أو الصخر للعزل الحراري لأنها تقاوم الحريق والحرارة. وسائل أخرى أيضا توجد للعزل الحراري إضافة للمواد المستخدمة للعزل الحراري، فإن هناك طرقا أخرى تساعد عملية العزل الحراري تتعلق بتصميم المبنى. هذه مرة إيش؟ في طرق أخرى تتعلق بتصميم المبنى مثل استخدام أسقف المستعارة في الأدوار العلوية وزيادة منسوب ارتفاع سقف المبنى. كل ما زاد ارتفاع سقف المبنى كل ما أعطى اللي هو إيش؟ كأنه عزل أو الحفاظ على الطاقة الداخلية. استخدام الزجاج المزدوج أو العاكس في جميع النوافذ وخاصة الأماكن تتطلب مساحات كبيرة من الزجاج، ممكن نستخدم اللي هو دبل زجاج للحفاظ على
عدم تسريب الطاقة من الداخل للخارج، لأن الزجاج معامل توصيله عالي، وبالتالي لو وضعنا دبل زجاج ما بينهم هواء، والهواء أيضا مادة عازلة ما بين طرفي الزجاج، وبالتالي يحافظ على الطاقة الداخلية داخل المبنى. زرعت الأشجار حول المبنى للحفاظ أيضا على منع انتقال الحرارة من الخارج إلى الداخل. كل هذه أساليب وطرق ممكن أن تستخدم في العزل. إحنا بنحكي عن عوازل الرطوبة أيضا، أنه في عوازل للرطوبة لمنع انتقال الرطوبة من الخارج إلى الداخل، أو حتى للوصول إلى مواد العزل. الرطوبة والمياه الرشح تؤثر سلبيا على المباني، وتساعد على تلف مواد إنشائها والبنائية، فما بالك أنها أيضا تتلف مواد العزل، نؤدي إلى قصر عمر حياة المبنى خلافا لما قد تسبب هذه المواد من روائح كريهة وتكاثر الحشرات والقوارض. مسببات الرطوبة: اتجاه المبنى يعرضه للمطر وقريب من أشعة الشمس تجعله أكثر عرضة للمبنى، عشان كده احنا بنقول متطلبات الجغرافية للمبنى، موقعه الغربي الجنوبي، تحدد طبيعة استخدامنا اللي هو مواد مانعة للرطوبة. كميات مياه للأمطار تمثل خطر كبير على المبنى لم تتخذ الاحتياطات. الخاصية الشعيرية وهي السبب في صعود الرطوبة من الأدوار السفلية خلال مسام التربة والمواد المستعملة في التكييف. التكثيف بأنواعه الهواء البارد يحوي على كمية من بخار الماء، مما يسبب رطوبة تتسرب بالحائط والأسقف والأرضيات عندما يبرد الهواء الساخن المحمل بالرطوبة. سوء الاستخدام وتصريف المياه أيضا يسبب رطوبة المبنى في تسريب في أنابيب المجاري، قد تسبب مشاكل في المبنى وتسبب مشاكل في الأسقف والمواد العزل. التشييد الحديث بأنواعه تظل الحوائط الحديثة للبناء في حالة رطوبة لفترة زمنية معينة، ممكن في حالة أنه هذا التشييد لا قد يسبب بعض من الرطوبة. سوء المصنعية عمالة سيئة تسبب في عيوب في الوصلات والجلسات الشبابيك وتقفيل المباني والأجهزة الصحية والتمديدات الصحية. أكثر شيء بيكون في مشاكل في الأجهزة الصحية والتمديدات، بيكون في تسريب بتم بعديه فيما بعد البلاط تبليط، وبكون في مشكلة في تسريب مما يسبب مشاكل لسنوات طويلة حتى يتم اكتشاف هذه المشكلة، ومما تؤدي إلى تلف الأسطح وتلف اللي هو مواد العزل. تأثير الرطوبة: ما تأثير الرطوبة؟ حالة غير صحية لمستخدمي المبنى، عدم تماسك القصارى في المبنى، تمليح الحوائط والأرضيات والأسقف، فساد الأخشاب، تعريض الحديد للصدى، إتلاف الدهان، تلف التمديدات الكهربية، تلف التكسيات الأرضية والحوائط والأسقف، أيضا الفطريات والبكتيريا فيها تقاطر بشكل كبير. كل هذا سبب الرطوبة، لذلك يجب الحفاظ على المبنى من هذا الضرر قدر الإمكان لمنع وصول هذه الرطوبة إلى مواد البناء ومكوناته ومواد العزل الموجودة. مواد العزل المتوفرة عالميا، في كثير عندنا مسميات لمواد العزل أخرى بأنواعها وأشكالها، فينا على شكل حبيبات سائبة اللي هي الفيرم الكويت، وهي على شكل حبيبات سائبة تستخدم حيث تملأ بها البلوكات، البلوك بيتم ملئه بحبيبات من هذه النوعيات. في البيرليت حبيبات أيضا سائبة، والسيليتون مكون مونة اسمنتية من مادة كيميائية لها قدرة على العزل، ممكن أن أيضا توضع في البلوكات لزيادة العزل. عارفين البلوكات فيها فراغات داخلية هوائية، أيضا هواء مادة عازلة، لكن لزيادة قدرتها على العزل ممكن إضافة حبيبات مثل البرليت والسيليتون والفيرمكويت بأنواعها المختلفة. الصوف الزجاجي الفايبر هي ألياف سائبة أيضا تملأ داخل الحوائط تزيد من قدرتها على العزل. الألياف الخشب والبودرة الخشبية بأنواعها أيضا تضاف، ألواح السيرتكس تقوم بأسماك بسمك مقل بستة ملي وعرض 1.20 وطول متغير، وهي ألواح عازلة أيضا تستخدم اللي هي للعزل. ألواح الفلين تكون بسمك أيضا من 0.5 إلى 2 سنتيمتر وطول متغير مع العرض، وتستخدم كما سبق في المواد السابقة. الألياف الزجاجية أيضا، وألواح العجين ورق، وألواح الإسبست الأسمنتي بسمك 3 إلى 6 متر، وهذه الألواح الإسبستية أيضا مواد عازلة، وألواح القش الأرز وعواكس عازلة بأنواعها، وبلوكات بأنواعها طوب خرسانة، كل هذه أيضا
لمواد عزل. في عندنا طرق عزل خاصة بالمواد حكينا عنها، زي ما يتم وضع مواد عزل داخل الطوب. قد تكون هذه المواد العزل عبارة عن حبيبات زي ما شفنا في الأول، أو تكون مواد عازل داخل هذه الفراغات تملأ لزيادة قدرة هذه الحجارة أو هذا الطوب على العزل، طرق العزل الحرارية في المبنى من خلال مواد عبارة عن فراغات حجارة داخلها، أو من خلال أنه يكون حبيبات. لجعل عملية العزل الحراري المبنى اقتصادي يجب مراعاة العوامل التالية: التكلفة، هذا عامل أساسي أن تحدد طبيعة المواد العزل لأنها مواد مكلفة، وحسب التكلفة المتوفرة ممكن أن نحدد طبيعة المواد العزل، تكاليف العمال اللي بتركب، كمية التوفير اللي حصلنا عليها من العزل، تكاليف الصيانة، المواد المستقبلية، كلها ممكن أن تسبب أو تكون سببا في اختيارنا لمواد العزل. وأهم عامل فيها عامل الصيانة والعمر الافتراضي وطبيعة اختيارنا لهذه المواد، وكذلك القدرة المالية لمتطلبات المبنى، تكاليف الصيانة، وتكاليف اللي هو شراء هذه المواد وخصائصها، أيضا عامل من العوامل تحدد طبيعة شرائنا لهذه المواد العزل. نكتفي اليوم بهذا اللقاء.